بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لحظات تفصلنا عن أذان المغرب هذا اليوم من شهر رمضان، من الثامن من شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وطاعاتنا. اللهم اجعلنا من الذين يكون لهم من صيامهم وقيامهم الأجر والمغفرة والثواب، ولا يكون لهم من صيامهم إلا العطش والجوع، ولا يكون لهم من قيامهم إلا التعب والنصب. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم إن هذا شهرك الكريم الذي تتكرم فيه على عبادك بالرحمات والكرمات والمغفرة والعفو والعتق من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا وآبائنا وأهلينا جميعا من النار. تقبل الله صيامكم وقيامكم، محبكم أحمد. من ثمار الحسن حسنا وأقبلت